سبحان الله قبل كل أحد، سبحان الله عدد خلقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث العظيم يبين لنا صورة عجيبة، تلك التي تتمثل في النفس من قراءة هذا الحديث، صورة حية شاخصة موحية معبرة. وإن هناك لجمالا بديعا في هذا التشبيه بالسفينة، فالحياة كلها هذه السفينة الماخرة في العباب، لا تكاد تسكن لحظة حتى تضطرب من جديد، ولن يكتب لها السلامة والاستواء فوق الموج المضطرب حتى يكون كل شخص فيها على حذر مما يفعل ويقظة لما يريد. والمجتمع كله هذه السفينة، يركب على ظهرها البر والفاجر والمتيقظ والغفلان، وهي تحملهم جميعا لوجهتهم، ولكنها وهي محكومة بالموج المضطرب والرياح من جانب وما يريده لها الربان من جانب، لتتأثر بكل حركة تقع فيها، فتهتز مرة ذات اليمين وتهتز مرة ذات الشمال، وقد تستقيم على الأفق أحيانا أو ترسب أحيانا إلى الأعماق. وإن كثيرا من الناس لا ينسى في غمرته هذه الحقيقة، ينسى سفينة المجتمع أو سفينة الحياة، ينسى فيخيل إليه أنه ثابت على البر راكز راسخ لا يضطرب ولا يزول، ومن أجل ذلك يفجر أو يطغى. ولو تذكر من استكبر وطغى أنه ليس راكزا على البر، بل ليس دائما في مكانه ولا خالدا في سطوته، وإنما هي رحلة قصيرة على سفينة الحياة. لو تذكر ذلك ما استكبر ولا طغى، ولا اغتر بقوته الزائلة عن الحقيقة الخالدة، ولعاد لمصدر القوة الحقيقية في هذا الكون، يستلهم منه الهدى ويطلب منه الرشاد، ويسير على النهج الذي أمره به وارتضاه للناس. ولو تذكر من يفجر وينحرف أنه ليس راكزا على البر، وإنما هو منطلق على العباب، وأن كل حركة يأتيها تتأثر بها السفينة فتهتز، لو تذكر ذلك لما ترك نفسه لشهواته ولانحرافاته، ولعمل حسابا لكل خطوة يخطوها وكل حركة يتحركها، حرصا على نجاته هو ونجاة الآخرين. ولكنها الغفلة السادرة التي تخيم على البشر، إلا من آمن واتقى وعرف ربه واهتدى إليه. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الغفلة التي ترين على قلوب الناس، فيحذرهم منها ويصورها لهم في صور شتى، من أعجبها وأبلغها هذه الصورة التي يرسمها هذا الحديث، صورة السفينة الماخرة في العباب. أيها الإخوة المشاهدون، حول موضوع كي لا تغرق السفينة، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغريان. أهلا وسهلا بك شيخ. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الهواتف والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، وسوف تظهر العناوين تباعا على الشاشة، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. كي لا تغرق السفينة، وهذا الحديث الذي ذكرته يحمل عدة معاني، يعني تهم المسلم سواء كان تقيا برا أو كان عاصيا وفاجرا. لكن قبل أن نلج في موضوع كي لا تغرق السفينة، يعني تمر علينا يعني يحسن ذكرى الوقوف عندها،
واستلهام العبر منها وكيفية توظيفها في الجانب الإيجابي، وهي النكبة التي مر عليها 60 عاما، النكبة يعني احتلال فلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه بعيدا عن التكرار ما هو موجود في وسائل الإعلام، وبعيدا عن ذكر السلبيات واستصحاب التاريخ للجانب السلبي دون استفادة من يعني علاج الحاضر واستشراف المستقبل، نريد سؤال إجابة عن سؤال مباشر وعملي: ماذا يستطيع المسلمون اليوم أن يقدموا لإخوانهم في فلسطين في ذكرى 60 لنكبة سقوط فلسطين واحتلال فلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت، هذا سؤال في غاية الأهمية، لأن الكلام كثير، والمسلمون على مر هذه السنين الطويلة المريرة يتعاطفون مع الفلسطينيين بشعورهم وأحاسيسهم ويقدرون مواقفهم، ولكن هذه وحدها لا تغني، أن تتعاطف مع المكلوم المجروح المضطهد دون أن تقدم له شيء، هذا التعاطف قد لا يغنيه كثيرا. ولذلك نريد أن نركز على شيء قد يكون فيه فائدة لعل المسلمون لعل المسلمين يعني يسلكون مسلكا فيه شيء من الدفع والنفع لإخوانهم في فلسطين. هناك مسألة تسمى مسألة مقاطعة إسرائيل، هذه المقاطعة قديمة وأكل عليها الدهر وشرب وشاخت وعجزت وانتهكت من قبل الشعوب ومن قبل الحكومات. نريد في هذه الذكرى أن نفعل هذه المقاطعة ونوجه خطابا للحكومات الإسلامية وللشعوب الإسلامية، ليس فقط لتفعيل مقاطعة اليهود في دولة الصهاينة، وإنما لمقاطعة الدولة الأم الكبرى التي تحضنهم. الدولة الكبرى أمريكا الآن في العالم هي التي تتولى كبر هذا العدوان على الفلسطينيين وتدعمهم بكل قوة، ورئيسها يأتي إلى الدولة الصهيونية ويبارك لهم هذا الاحتلال ومر 60 عاما عليه، ويصف المسلمين المقاومين للاحتلال المطالبين بجزء من أرضهم مع اليهود، يصفهم بأنهم أشر من النازية، ويكلم اليهود ويجاملهم ويقول لهم إذا اعتدى عليكم معتدي فلن يواجهه 7 ملايين من اليهود، وإنما سيواجه 370 مليون، ويقصد الشعب الأمريكي كله. يعني كأنهم جزء من الشعب الأمريكي. نعم، هو بهذا لأول مرة رئيس تصريح مباشر تصريح مباشر يزج بالشعب الأمريكي كله في الخندق مع العدو ضد المسلمين. نعم. فهل بعد هذا العدوان عدوان؟ نعم. والمسلمون في غفلة. نعم. أسواق الشركات الأمريكية تغرق بلاد المسلمين، تغرق بلاد المسلمين. صحيح. بجميع البضائع والصناعات وتقدر بالمليارات. نعم. هل وقف المسلمون وقفة شجاعة، حكومات وشعوب، فصنعوا لأنفسهم موقفا يؤثر على هذا العدو الظالم؟ يتعين على المسلمين شعوبا وحكومات ديانة أن يقاطعوا كل السلع الأمريكية ما عدا السلع التي لا بديل لها وهي محتكرة لدى الأمريكان، والمسلمون إذا تركوها تضرروا جماعتهم تضررا شديدا. ما عدا ذلك، ما عدا السلع المحتكرة، فإنه يجب على كل مسلم أن يقاطع جميع السلع وهي تغلق الأسواق من الطعام والشراب والأكل والسلاح والسيارات إلى آخر القوائم. نعم. على كل مسلم أن يتخذ من ذلك موقفا ويقاطع هذه السلع. نعم. قد يقول قائل بعض السلع الأمريكية سعرها أقل وهي أجود، أقول نعم قد يوجد ذلك، ولكن المسلم إذا اختار السلعة الأغلى وترك السلعة الأرخص
ترك احتسابا لله نعم. وعونا لإخوانه نعم. ونيلا من عدوه، فإن الله عز وجل يكتب له بهذا المال الذي دفعه زائدا أجر المجاهد نعم. لأنه ينال به من العدو، والله عز وجل يقول ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ويقول ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. من لنا اليوم بثمامة ابن أثال، من لنا بثمامة ابن أثال؟ هذا الرجل المسلم المجاهد الصحابي حين أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى قريش قالوا له قد صبوت، يريدون أن يثيروا حفيظته لينقص، فقال لهم لا والله آمنت برب العالمين، والله لن تصل إليكم حبة قمح من اليمامة حتى يأذن بها محمد صلى الله عليه وسلم. من لنا برجل يقول لا تصل إليكم قطرة نفط حتى تنصفون وتعدلوا مع قضيتنا. نريد من الحكومات ومن الشعوب أن يكون لهم موقف في هذا الأمر نعم. وهذا وما والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة 3 من أصحابه وغضب الله تعالى عليهم في أقل من هذا نعم. 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينصروا المسلمين في معركة فتخلوا من غير عذر فغضب الله عليهم نعم. كيف بنا نحن الآن نتخلى عن نصرة المسلمين 60 عاما وفي كل يوم معركة؟ فهذه مسألة حيوية حساسة ينبغي لكل مسلم أن يتذكر، وهو يدفع مالا أنه محاسب على هذا المال، لأن هذا المال يقوي العدو ويقوي عدوه على نفسه وعلى أهله وعلى إخوانه. لو طوق عدو بيتك ويقذفك بالقنابل والرصاص كل يوم نعم. وجارك وأخوك وابن عمك يأتيه ويعاونه ويقدم له الطعام، ألا تعده خائنا؟ نعم بلى تعده خائنا وهو قد غدر بك. ولذلك فإنه يتعين على المسلمين مقاطعة بضائع الشركات الأمريكية والشركات اليهودية مقاطعة كاملة فيما عدا الأشياء التي لا بديل لها وهي محتكرة عندهم ويضر تركها بالمسلمين نعم. بذلك لو وقفنا هذا الموقف عاما واحدا فإننا سنجني ثماره. بعد ذلك تأتي المسألة، يعني قد يقول قائل يعني الحكومات تعاون والحكومات هي التي تحاصر المسلمين، أقول نعم الحكومات أيضا مسؤولية مباشرة، فإني أحذر كل مسلم حاكما أو محكوما وأنبهه وأذكره بقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وأذكره بقول الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وأذكرهم بقول الله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والذين آمنوا ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون نعم. فهذه فتوى ينبغي لأهل العلم في كل بلد أن يبينوها للمسلمين نعم. وأن يأخذوا بها وأن يعملوا بها، فإنها ضرورة محتمة على كل مسلم هذا اليوم، وليبلغ الشاهد الغائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. بس هنا يعني تساؤل يعني أو سؤال يطرح نفسه شيخ، هو هل يعني الأمة مهيئة للحصار إذا قاطعت؟ يعني مثلا لو جئنا للدقيق، الدقيق كله يعتمد عليه من الخارج، أبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، هل لو الحكومات اتخذت
يعني موقفا من امريكا والموقف من اسرائيل او من يدعم السلع التموينيه الضروريه، هل الشعوب الان في مرحله ان تستطيع ان تصبر على حصار الدول الكبرى لها، او ان يعني احيانا يكون كلام يعني عاطفي اكثر من هو عملي؟ يعني هذا تساؤل يطرح نفسه. ممكن بعض الحكام ياخذ موقف فاذا به بالداخل يجد فتن داخليه واضطرابات وعاوزين ناكل عيش كما يقولوا وتجد مشكله. هذه هي القضيه. هل امام سؤالي هل الامه الان مهيئه او نصلح داخلنا اول ثم ننطلق للخارج؟ لا اسمح لي. تفضل. هي المساله انا لا اقول يقاطعون العالم باسره. نعم. اقول هناك دولتان تعلنان عداء سافرا لا مواربة فيه. نعم. الولايات المتحدة وإسرائيل تعلنان عدوانا لا يخفيانه ويقاتلوننا، هذا لا ينكر أحد. طيب هناك ليست كل السلع وكل التموين يأتي من هذه البلادين. نعم. نعم. هناك بدائل كثيرة من بلاد المسلمين، ينبغي للمسلم أو والبلاد المسلمة أن توظف أو تحدد مواقفها من الاستيراد ومن التصدير ومن التعاون ومن العلاقات السياسية والاقتصادية، تحدده طبقا لهذا الأمر. فلا أظن أن الأمة الإسلامية تجوع لو قاطعت الشركات الأمريكية والشركات الإسرائيلية، فإن هناك بدائل في العالم كثيرة من ناحية العملية والناحية الإحصائية. كون المسلمون يعني يعتنون بإصلاح أنفسهم من الداخل، هذا لا شك في ذلك. نعم. لأنهم لو أصلحوا أنفسهم من الداخل لقاطعوا هؤلاء من أيام من زمان، من سنين طويلة. نعم بارك الله فيك. هذا يعني حبيت أنا كثيرا. نعم. لأن هذا رأيي ويطرح دائما، لماذا تشكل المقاطعة ما دام هي الأنظمة لا تريد أن تقاطع، وجل المسلمين أو نقولوا نصفهم أو بعضهم لا يبالون بأهمية هذه المقاطعة. الذي لا يقاطع ينبغي له أن يحضر سؤالا عند الله سبحانه وتعالى عندما يقول له وأولئك هم الظالمون. نعم. عندما يقول له لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. فهذه كل مسلم لا يريد أن يكترث بهذا الأمر عليه أن يحضر جوابا لهذه الأوامر الشرعية. صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، ندخل في موضوعنا كي لا تغرق السفينة، وإن كان هذا أيضا مما يصب في كي لا تغرق السفينة، والحديث مثل القائم في حدود الله والواقع فيها التي ذكرته في المقدمة. هو سبب اختيارنا هذا الموضوع هو السؤال الذي جاءنا في الحلقة الماضية من ناصح، وهو ما يشاهده من بداية فصل الصيف من مظاهر التبرج والاختلاط والانحلال في الطرقات والحدائق والشواطئ، وأبناء المسلمين لا يبالون لا بلباسهم ولا بأعرافهم ولا بكلامهم ولا بأذواقهم، وتجد يعني المصلحين أو المسؤولين لا يبالون بمثل هذه الأمور، ويحسبون أن خلي الشباب يأخذ راحته ولا يعرفوا خطورة مثل هذا الأمر. نريد كلمة يعني توجيهية إصلاحية في للمسؤولين الذي حتى يضعون حدا لهذا الفساد وخطورة تضييع الأمانة، لأنهم وكلهم الله على الناس فهم أمناء ويسألون أمام الله، وكذلك لأولياء الأمور وللشباب الذين يقعون في مثل هذه المحاذير. نعم، لا شك أن هذه المظاهر التي تتزايد مع فصل الصيف على الشواطئ البحر وفي الحدائق وعلى الطرقات مناظر مزية ومشينة لا تليق ببلد مسلم أعرافه إسلامية. نعم. وعاداته إسلامية ودينه الإسلام ودستوره القرآن. نعم. هذا أمر غير لائق أبدا، لأن الإنسان يرى من المناظر والأشياء المؤذية عندما يمر بالأماكن العامة ما لا يطيقه الإنسان. صحيح. وما لا يطيقه صاحب الفطرة السليمة. صحيح. الله عز وجل نهى نساء المسلمات على التبرج، والتبرج معناه أن المرأة تظهر محاسن جسمها ومحاسن ثيابها ومحاسن زينتها. نعم. لغير محرم من محارمها وغير زوج. نعم. هذا معنى التبرج، والذي نراه في الحدائق وفي الطرقات هو هذا المعنى. وكذلك الله عز وجل نهى وحذر من إشاعة الفاحشة بين الناس. والذي يجلس في الطرقات مع النساء ويعاكسهم ويغازلهم ويجلس معهم المجالس المريبة هو ممن يريد إشاعة الفاحشة. الله عز وجل يقول
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. والله عز وجل من أجل ذلك سد ذرائع الفساد وذرائع الزنا، سدها بقفل أبوابها، وأمر المسلمين بغض البصر، أمر المؤمنين بغض البصر، وأمر المؤمنات بغض البصر، ونهى عن الخلوة بين الرجل والمرأة، ونهى عن الاختلاط المشبوه. هذه كلها أشياء من أجل أن يحول بين الناس وبين الفساد. فإذا كان الناس لم ينتهوا ولم يعني يلتزموا بدين الله وبشرع الله ولم يخافوا من التحذيرات والأوامر الشرعية، فينبغي لولي الأمر أن يضع حدا لهذا، كما ذكرت في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير، لأنه إذا لم يؤخذ عليهم فإن السفينة ستغرق. لو كان كل إنسان يعمل ما يريد باسم الحرية الشخصية فإن ذلك سيؤدي بالمجتمع كله إلى الهلاك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين أرادوا أن يخرقوا خرقا في السفينة ليأخذوا الماء حتى لا يؤذوا غيرهم. يعني تشرح لنا الحديث يا شيخ لو تكررت. الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وفي رواية: والمداهن فيها. الله. هناك ثلاث أصناف من الناس: قائم بحدود الله وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحول دون الناس ودون المعصية، هذا القائم على حدود الله. وهناك فريق آخر الواقع فيها، المرتكب للمعصية الذي لا يبالي بالمعصية. وهناك فريق ثالث المداهن في حدود الله. المداهن المراد به الذي يجامل ويسكت عن الحرام ويسكت عن المخالفات ويسكت عن المنكر مجاملة في صاحب المنكر، إما لأنه لا يريد أن يخسره لأنه له عليه سلطة في عمل وإلا في وظيفة، وإلا لا يريد أن يخسره لأنه ينتفع منه بمال أو بتجارة، أو لا يريد أن يخسره لأنه صديق له، أحيانا خوفا أو طمعا، يعني يداهن. المداهنة معنى مراءة، هو في داخل نفسه يؤمن بهذا منكر، بأن هذا منكر وأنه لا يجوز شرعا، ولكن يداهن ويرائي وينافق ويسكت عن الباطل من أجل الدنيا. هذا هو القسم الثالث، وهو من, 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 من أفسد الأشياء. بل هناك مرحلة أخرى تكون أفسد منه، حين لا يسكت بل يكذب وينافق ويزين ويزين الباطل لصاحب الباطل، يعني وصولا إلى غرض من الدنيا يريده، ليبقى في منصبه، ليتحصل على مال، ليتحصل على مشاركة، على متاجرة. مثل هؤلاء الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هؤلاء، قال: كمثل قوم في سفينة بعضهم اقترعوا، استهموا عليها، بمعنى اقترعوا، من ينزل في أعلى السفينة ومن ينزل في أسفلها، فأتت القرعة لجماعة منهم في أسفلها وجماعة في أعلاها. الماء في أعلى السفينة، كان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء أتوا به من أعلى، فيمرون على من بأعلى السفينة فيؤذونهم بالإتيان بالماء. فقالوا يعني باسم الحرية وباسم دفع الأذى: لو خرقنا في نصيبنا، يعني في الدور الأرضي، خرقا بحيث يكون، لأنهم أقرب إلى الماء، لو فريناها وخلاص كسرناها وأخرجنا الماء من البحر، فلا نؤذي غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذا الأمر، ويأمر الفريق الآخر، يقول: لو أخذوا على أيديهم ومنعوهم أنجاهم الله نجوا ونجوا جميعا. السلام. يعني إذا هم نهوا عن المنكر ولم يتركوا هؤلاء يتبادون في منكرهم، إذا أمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر وحملنا صاحب المنكر على ترك منكره، الجميع ينجي، نأخذ بيده، نأخذ بيده وننتشله من المعصية. لو فعلنا ذلك الجميع ينجى، والسفينة لا تغرق. ولو تركوهم، لو تركناه يخرق في السفينة، هو حر كيف ما نقوله، خليه ياخذ راحته، أعطيه حريته زي باسم الحرية الشخصية. الآن الناس تمارس الفساد باسم الحرية الشخصية، لو تركناه يخرق السفينة باسم الحرية، فإن الماء سيغمر السفينة كلها ويغرق الناس كلهم. سبحان الله. بهذه الحالة الجميع يهلك، إذا الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يضربوا على الظالم ولم يأخذوا بيده، الله عز وجل يأخذهم جميعا.
وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله المستعان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل معنى طردوا من رحمة الله، اللعنة معناها الطرد من رحمة الله. لماذا لعنوا؟ القرآن بيّن لنا السبب، وذكر السبب مهم في علاج الأمور، من أنجع وسائل علاج الأمراض الاجتماعية والبدنية والخلقية هي الوقوف على الأسباب، لأن الإنسان عندما يقف على السبب يقف على الدواء الناجع. صحيح. أما عندما يعرض عن السبب، يعني عادة العقلاء وعادة أهل العلم أنهم يبحثون عن الأسباب الحقيقية للمشكلة ويعالجونها فيستأصلون الداء. نعم. وعادة البلهاء والمغفلين أنهم يلتفتون إلى أشياء أخرى يعالجونها. نعم. ويتركون الداء يسري بين الأضلاع. صحيح. صحيح. حتى يتعذر إلى قد يعني يعرضون وقد يعرفون الداء وهم يعرضون عنه وخليها ماشية كما يقولون. أحيانا يعرفون ويعرضون. نعم. وأحيانا لا يعرفون ويهتمون. مثلا تجد في المجتمعات كثير من الأمراض المعضلة. نعم. سواء كانت بدنية ولا اجتماعية. نعم. كثير من الناس يعرضون عن أسبابها الحقيقية المادية ويتعلقون بالجن وبالسحر وبالشيطان. صحيح. ويبقوا يعالجون في أشياء يستهلكون أوقاتهم وأموالهم. أوقاتهم. صحيح. ولا يأتون إلى علاج السبب، دواء السبب. لا يأتون بالدواء الصحيح. صحيح. وأحيانا يبقى الإنسان يعرف السبب ويعرض عنا عنادا أو مكابرة وكذا، فهذا أيضا في ضلال مبين. الله عز وجل بيّن للسبب، قال: ذلك بأنهم عصوا وكانوا يعتدون. هذا اللعن من رحمة الله سببه المعصية، سببه معصية الله. إيش تاني؟ ذلك بأنهم عصوا وكانوا يعتدون، أيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم. وهذا هو مربط الفرس، هذا هو موقع الكلام. يعني الإنسان إذا رأى صاحب المنكر على منكره ولم يأخذ بيده أوشك الله أن يأخذ الجميع بعذاب من عنده. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود في سياق هذه الآية. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل من بني إسرائيل يمر بالرجل على الذنب والمعصية فيقول له: يا هذا اتق الله وابتعد عما أنت فيه، ثم يأتيه في اليوم الآخر ويجالسه ويخالطه ويآكله ويشاربه وكأن شيئا لم يكن. سبحان الله. فمن جهة يأمره بترك المعصية، ومن جهة أخرى يجامله ويجالسه ولا ينكر عليه. نعم. في موضع آخر. نعم. هذا موقف مشين، هذا ليس موقف الإنسان الذي يريد أن يغير المنكر. إذا أردت أن تغير المنكر لابد أن تغيره في كل وقت. أما أن تقول كلمة مجاملة مرآة اتق الله وأنت بعد ذلك تأتي إلى الشخص وتعيش معه وتشاركه وتجالسه وتتحبب إليه، فهذا ليس من باب تغيير المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال في آخر الكلام: لا يأمرن بالمعروف ولا ينتهين على المنكر ولا يأخذن على الظالم ولا يأطرنه على الحق إطرا، أو لا يأخذنهم الله جميعا بعذاب من عندي وتقع عليهم اللعنة، وقلوب بعضهم يعني تختلط ببعض، بمعنى قسوة القلب تعمهم جميعا فلا يهتدون وتعمهم جميعا اللعنة. وهذه هو من هنا تغرق السفينة ويعيش الناس في اضطراب ومرج وفوضى. نعم. وشحناء. نعم. وضغينة والعياذ بالله. وهذا سببه يعني شيخنا قبل الفاصل، سببه هو أنهم لم يأخذوا على أيدي هؤلاء المفتونين من الشباب أو الفتيات التي مثلا تلبس ما شاءت وتقول: لا أحد يحرج علي ولا يضيق علي. نأخذ يا شيخنا فاصل قصير ثم نكمل
إن عندي جزئية نريد منك إيضاحها جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نستقبل أول اتصال. حاتم، السلام عليكم يا حاتم. نعم، من أخباركم؟ كيف حالك يا شيخ؟ مرحبتين بك يا حاتم. حالكم بحيث، من أخباركم؟ يا مرحبا، تفضل. شكرا جزيلا على البرنامج الطيب هذا. الله يسلمك ويحفظك. إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. الله آمين، ميزان حسنات الفضائية إن شاء الله. تفضل حاتم. بالله بالنسبة للشيخ، حكم قراءة القرآن للميت، نقرا في القران ونهدي في ثوابه. نعم. ايوه. نعم. نبدا بحكم الشرعي. نعم. وثاني حاجه، السؤال الثاني بالله، اللي عنده زياره القبر. نعم. ماذا يقال معناه شنو؟ ما المشروع عند زياره المشروع بالضبط؟ طيب حاضر. ايه. حاضر حاتم. داحي وسامحوني. تفضل حاتم. يلا. الله يبارك فيكم. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. اتصال اخر. وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا وليد. عندي سؤالين، والسؤال الأول بالنسبة لزيارة المقابر وخلع النعلين، هل يجوز ذلك؟ خلع النعلين في المقابر؟ نعم طبعا. نعم. السؤال الآخر هو سيارة التقصيد. سيارات التقصيد. التقصيد اللي هو اللي يعني يقال لك في البداية بأن تدفع. واضح واضح السؤال. تقصيد يعني واضح. أوكي، شكرا لك. سؤال آخر يا ولي. طيب محمد. السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله. يا مرحبا، تفضل محمد. الله يبارك فيك. بالله انا ابغى اسال فضيلة الشيخ. على طول معنا الشيخ صادق الغرياني. انا عندي مكتب عقارات يا اخ. طيب. وجود المواطنين طبعا يعني بياخذوا منزل بيشري مني منزل باش يقدمه للمطرف، بياخذ عليه قرض الشراء. نعم. فانا بدي استفسر من فضيلة الشيخ، يعني قرض الشراء طبعا هو 46، بياخذ في يده 46,000 وبيحسب عليه المطرف 56,000. نعم. فأنا بنسأل فضيلة الشيخ، يعني ليه عندي ذنب لما نوفر له السكن هذا المنزل هذا شيء؟ نعم. ويقدم المصرف، أنا يلحقني ذنب بالربا اللي ياكله ولا لا؟ طيب طيب، شكرا محمد. الله يبارك فيك. شكرا جزاك الله خير. أشرف، السلام عليكم يا أشرف. نعم يا أشرف. سلام ورحمة الله. تفضل يا أشرف. من أخبارك أستاذنا؟ يا مرحبتين. شيخنا. يا أهلا معك على طول. أخبارك تمام؟ أهلا بك. سؤالك يا اشرف. نسأل الشيخ شوية برنامج. اي باي باي الحمد لله. خليك معايا بس انت وسيب التلفزيون، خليك معايا. نعم. نسأل البيع بالاجل. انا البيع بالاجل. بس سؤال اخر يا اشرف. اشرف ضاع. ايوه احمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد. وارفع صوتك شوي يا احمد. حال الشيخ والله. يا مرحبا. بالله عندي سؤالين يعني. تفضل. سؤال أول، حكم الحلف بغير الله. حكم الحلف بغير الله. نعم. سؤال ثاني، زيارة النساء القبور حتى مع محرم مثلا. نعم. بارك الله فيك. شكرا شكرا. نعم. أسامة. نعم يا أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك تمام دكتور؟ تفضل يا أسامة، يا مرحبا بك. بنكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. على طول، معك الشيخ صادق الغرياني. فضيلة الشيخ، انا أسامة وين؟ اللي بعده. أسامة. طيب طيب يا شيخ، يعني إيضاح في الموضوع التبرج والمظاهر التي هي مشينة لأخلاق المسلم ولأعراف أهل البلد. قد يقول قائد من الشباب او بعض الفتيات، يعني انا حر البس ما اشاء ولا احد يستطيع يضيق علي، وماذا يؤثر لبسي او مثلا اخلاقي في هذا الخضم؟ يعني انا قطره في خضم كبير. وبعدين اغلب الناس هكذا، انت بتصلح المجتمع يقول لك يعني هم ماشيين في الانهيار ولن يتغيروا، فانا خليني نعيش حياتي ولن يكون لي اثر من هذا الانحراف في هذه القطرة السامة في هذا الخضم. كيف نرد على من هذا فهمه، هذه الشبهة التي
كثير من الشباب وبعض بناتنا وخواتنا يعتمدن عليها فيسلكن طرقا لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أولا هو الاستهانة بهذا الأمر غير جائزة. نعم. وهذا طبعا وحده لا يكفي. نعم. لكن الاستهانة بالإصلاح الذاتي هذا غير صحيح. نعم. لأن الله عز وجل يوم القيامة يسائل كل إنسان عن نفسه. نعم. لا يسأل أحد عن أحد، كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. فينبغي المسلم كل ما يريد أن يعمل عمل عليه أن يجهز جوابا للمسائل عندما يسأل بين يدي الله، يقول أني نهيتك فلم تنتهي، لماذا؟ فمن هذا المنطلق المسلم بعد ذلك لا يفعل فعلا إذا علم أن الله عز وجل لا يسأله عليه ولا يعاقبه عليه. ومن هنا يبدأ الإصلاح، أول الغيث قطرة. نعم. هذا يصلح البيت ويصلح جاره ثم يصلح الذي بعده ثم المجتمع وهكذا. وهذا أيضا قد لا يكفي لأن النفوس ليست كلها على حد سواء، كلها تستجيب لأوامر الله. نعم صحيح. نعم. فهنا نحتاج إلى يد السلطان. أيوه. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني بعض الناس المعاني هذه اللي ذكرتها الإيمان بالآخرة وكذا غير حاضرات عندنا. نعم ضعيف. كيف يكون دور السلطان والدولة؟ دور الدولة في هذا الأمر الله عز وجل بيّن لنا أن كل راعي مسؤول عن رعيته، كلكم. نعم. راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. فينبغي للجهات المختصة كما. نعم. أنها تنصب ناس يختصون بمراقبة التراخيص والتسعير وتراخيص المركبات والتراخيص التجارية والجمارك. صحيح. ومختلف السلع والمواد والأدوية كل لها جيوش مجيشة في الدولة. صحيح. تراقبها وتعاقب من يخالفها. نعم. فكيف لا يعني تضع نظاما وجهازا ينبغي أن يكون هو الأول في الدولة. صحيح. ليراقب المعاصي والمخالفات. إذا كنا نراقب من يخالف في أمور الدنيا فكيف لا نضع من يراقب من يخالف حدود الله وأوامر الله سبحانه وتعالى. صحيح. يجب على أمانات الداخلية وهيئات الإسلامية والأوقاف والدعوة وكل من له صلة الأمن العام وكذا أن يتعاونوا. صحيح. ويضعوا لجان لهذا الأمر بحيث يعني يوظف جهازا مختصا له سلطة القضاء، الضبط القضائي. كل جلوس، كل مكان، كل اختلاط فيه ريبة وفيه شبهة يؤخذ على المعاقبة وعلى التحقيق وعلى المساءلة بحيث يحد من هذا الفساد ومن هذا وهذه المناظر المشوهة للمجتمع. كان في وقت بلوقات كان هناك جهاز اسمه جهاز سلطة الأداب. شرطة الأداب. نعم. كان يتابع هذه المسائل ويخفف من شدتها. الآن أصبح الأمر يعني لا رقيب ولا حسيب، والناس يعني توسعت في هذا الأمر توسع كبير جدا، فينبغي وضع حد لهذه المسألة بحيث توضع الأمور في نصابها ويعاقب كل من يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع الله من قلبه الإيمان. وما نراه هذا هو بداية المعاصي وبداية الفواحش وبداية. صحيح. المنكر. صحيح. فكيف نترك الأمر ونترك الحبل على الغارب حتى تقع الواقع ثم بعد ذلك نبدأ نبحث؟ يكثر الفساد ويكثر اللقطة والزنا، يعني كله يكلف الدولة ويكلف المجتمع. نعم. هذا كله له أثار السلبية يعني. ونبقى نلملم في الأمور. صحيح. ونعمل في المسكنات. صحيح. نترك الأسباب. صحيح. لا نقتلع الأسباب ولا نسد الأبواب، ثم بعد ذلك بعد أن يستشري الفساد نبقى نعالج ونلمم في يعني. يا شيخ ان رسالة هنا للمسؤولين في علاج هذه المشكلة ان هو الفتوى ولا الواعظ ولا عالم الشريعة لا يكفي. وحده لا يكفي. قد يعني يذكر بعض الناس. يذكر ويبين وكذا. نعم. لكن في ناس لا ينفع معهم إلا السلطان. إلا العقوبة. نعم. إلا العقوبة لأنهم مغرضون يستفيدوا من انحراف الشباب ومن تضيع الفتيات بالمغازلات وبال يعني استدراجهن ثم أخذ أعز شيء لديهن. فهذا كله دور السلطان والدولة. ومن أجل ذلك شرعة الحدود. نعم. حدود والعقوبات. نعم. والتعازير في الشريعة الإسلامية شرعت لأجل. نعم. هذا، لأنه لو كان
يعني كل الناس تنتهي بالوعظ وبالتذكير، ما كان حتيجة في الشريعة إلى وعظة. هذه رسالة يعني لتفعيل دور شرطة الأداب، وكذلك يعني اختيار الناس الأكفاء المخلصين اللي فيهم تقوى وفيهم غيرة ووطنية على بلادهم، أنهم هم الذين يعني يكونون على رأس هذا الأمر وهذا الجهاز. هذا الجهاز كان في السابق في نظام المسلمين يسمى نظام الحسبة، نعم، وهذا قديم من عهد عمر رضي الله عنه. يقال أن عمر يعني عين امرأة اسمها الشفاء، هذه صحابية جليلة، الشفاء بنت عبد الله من السابقات المهاجرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها، وكان وجدها ذات مرة في بيت حفصة، نعم، فقال لها علمي حفصة رقية النملة كما نعم علمتيها الكتابة، نعم. ويقال أن عمر كان يقدرها تقديرا عظيما، نعم، وأسند إليها بعض أعمال السوق، بعض أعمال الحسبة ومراقبة البائعين وأهل البيع والشراء. ويعني هذه المرأة يعني هي أم سليمان ابن حتمة، لورد ذكره في الموطأ عمر رضي الله عنه عندما فقد ابنها سليمان ابن حتمة في صلاة الفجر، مر عليها فقال أين سليمان؟ قالت قام الليلة فغلبته عيناه. فعمر قال لها لأن أحضر صلاة الفجر في الجماعة أحب إلي من قيام الليل. جزاكم خير، استقبل اتصال الشيخ، جزاكم الله خير. نعم، السلام عليكم. وعليكم. اعذرونا التأخير، ما أردت أن أقاطع الشيخ، سامحونا يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ الصادق. مرحبتين. من معنا؟ معنا بدي نصر يا شيخ الصادق، معلش. تفضل تفضل يا بشر. رجل حلف يا شيخ الصادق 3 مرات. نعم. بدي يرد في الحلفة متاعته هذه. حلف. علما بأن أزم في الحلفة يعني. بما حلف؟ حلف بيش يعني؟ حلف هيك يعني مواضيع ويرد فيهم. ماذا قال في حلفه؟ صفة الحلف، كيفية الحلف؟ قال والله مثلا والله العظيم العظيم لا يصير منها هذه. وبعدين بعد ما فكر شوية قال لا حق روح على خطأ أكيد بيرد. نعم نعم. 3 مرات صار الموقف. نعم. فما الحكم في ذلك يا شيخ صادق؟ نعم. طيب سؤال آخر. السؤال الثاني، مع طبعا معنا مبلغ من المال كي تمشي بلاد برا كي خارج منطقة وتبي تخش دورة المياه ولا شيء، هل تخش بين القيد هذه في دورة المياه ولا لا؟ نعم نعم. واضح سؤاله؟ واضح واضح. ونبلغ الشيخ الصادق ان نحبوه في الله ان شاء الله. بارك الله يا بشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال اخ محمد. نعم يا محمد. نعم. ايوه نعم يا محمد. السلام عليكم. اعطيني غيرك يا محمد. محمد تفضل. الو. اي نعم يا محمد، اسمع فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد. سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمر زيد من الخمس معك. مرحبا يا عمر. تفضل يا عمر. بارك الله فيكم على هذا البرنامج، جزاك الله ألف خير. جزاك إن شاء الله، تفضل يا محمد. عندي سؤال بالله. تفضل تفضل. نبي نسأل الشيخ صادق، صلاة قبل صلاة المغرب ركعتين. هل تجوز؟ تجوز تحية الجامعة قبل المغرب ولا تجوز؟ ركعتين اللي بعد الأذان يعني؟ لا قبل الأذان. أو قبل الأذان. قبل الأذان بدقيقتين. طيب واضح. وأنت سؤال ثاني. نعم. بيع المؤجل شخص مثلا يأخذ منك سيارة بعد 30 يوم يعطي لك 16. طيب. بارك الله فيك. سؤال آخر. طيب يا عمر شكرا. عليكم. عليكم السلام. أحمد. نعم يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. الحمد لله يا شيخ. حمدك الله. نعم يا أحمد. تفضل يا أحمد. وطي التلفزيون يا أحمد، اسمعني من الهاتف بس مش مرددش الصوت. وطي التلفزيون خليك معايا بس على طول. يا شيخ الإسلام عندنا بتاع الأذن هذا. أي نعم. بعد 35 يوم لما السيارة تكون ملكك، والله أنا عندي فلوس مبلغ نمشي نشري سيارة ونبيعها بالأجل. نعم. وتكرر أكثر من مرة البيع والشراء نفس الطريقة بعد 35 يوم. ولا شنو؟ إني نشري كروت على المقالات. نشري كروت مقالات بمبلغ 5000 بعد 35 يوم كل 8000.
فهمت؟ طيب الناس قاعده في ديره في ملك خمدان، انا نفس البرنامج بين الحلال والحرام، ارجوكم بالله عليك الفتوى جايه في الحلقه هذه. تمام واضح 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 يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال اخر سعد. نعم يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. بارك الله فيك. تفضل سؤالك. بالله نبي عندي ثلاث اسئله يا شيخ. سبعه. ثلاثه. ثلاثه بقى كويس. السؤال الاول يا شيخ انت السؤال بتاع الجمعه هذا بتاع صلاه الجمعه في الصحراء هذا. صلاة الجمعة في الصحراء واضح. ماشي انتم ممكن جاوبتوه قبل هيك لكن. بس السؤال اللي بعده. السؤال يعني نقول اللي صلى الجمعة قبل هيك في الصحراء. السؤال اللي بعده واضح سؤالك واضح. لا اللي صلى الجمعة قبل هيك في الصحراء هل يعودها ولا ما يعودهاش؟ طيب. ماشي. طيب. لأن لقينا في فتوى انه يعاود الصلاة الأولى كلها يعاودها ظهر يعني. طيب. السؤال الثاني في شخص حالف يا شيخ ماشي للمباراة عرفتوا الرياضية. بح. كويس. فبعد صارت مشكله ورسيني قال حلف قال ماشي بيمشي للرياضيه حلف اليمين بتاعه على اساس يقصد به طلاق. حلف ماشي كيف صيغه اليمين؟ يعني هو حلف قال ماشي بيمشي الرياضيه مره اخرى عرفته. حلف باليمين ولا حلف بالله ولا لا هو حلف باليمين لكن اليمين في الحاله هذه يقصد به الطلاق. يقصد به الطلاق كويس. ايوه يبي فهل يبي يشوف يعني يبي هو عنده نيه بيولي رياضيه ثانيه لكن هذا كله عليه هو. خاطره بيمشي الرياضيه اخرى. ايه خاطر. باي كويس. السؤال الثالث يا شيخ فيها في مرأة تشتغل عرفت في مكان عرفت. نعم. فالمرأة هذه يعني واخذة إجازة من كندا ومشت تشتغل في مكان ثاني. نعم. فعندها إجازة وضع. نعم. أخذت ثمن إجازة الوضع هذه من الشغلين شنو عليها يعني؟ من عملين. إجازة الوضع من الشغل الأول ومن الشغل الثاني. ما شاء الله ما يعلموش هم الشغل ما يعلموش انها تشتغل في مكان ثاني. طيب ماشي شنو عليها يعني هل ترد الفلوس ولا لا؟ حاضر أي السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ نسال عن الصورت الفوتوغرافيه مع العائله ومع كل في الدرده ولا في حد اسمعك حرام يا علي ما اسمعش فيك يا علي. الصور صور فوتوغرافيه في الرحله يعني بالزردة. ايه انت من العائله هذه حرام ام حلال؟ طيب وعندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم سؤال ثاني. تفضل. سؤال ثاني عند مصلى في الزغواري في فنزور. انت قاعد في الزردة يا علي؟ لا قلت لك عند مصلى في الزغواري في فنزور انت تصلي صلاه الجنازه. نعم تكون الجنازه قدام هل الصلاه تكون صحيحه ولا غير صحيحه؟ صلاه الظهر طبعا او عصر. نعم شكرا شكرا يا علي جزاك الله خير. طب مش واضح علي مش واضح وما نقدرش نتحمل نقل السؤال انا الصراحه. طيب علي ناخذ علي من طرابلس. نعم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حك يا شيخ. تفضل يا خالي. بالله لو سمحت بنسال على الجمعيات المنتشره بين الموظفين. جمعيه الموظفين. عليها زكاه وانها تعامل معامله الاموال العاديه. نعم. طيب سؤال اخر يا علي. الله بارك الله فيك. نعم. اعطيني اخر اتصال. محمد. نعم يا محمد. مرحبا يا شيخ. مرحبتين. بارك الله فيكم على البرنامج القيم يا شيخ. اللهم امين جزاك الله خير. تفضل. اسالكم يا شيخ عن القروض اللي جاري توزيعها حاليا في ليبيا. القروض. سؤال اخر. بارك الله فيكم رقم الشيخ الخاص معلش لو سمحت. والله يعطي لك المخرج ان شاء الله خليك معه الخط. ماشي شكرا. نعم. اللهم صل وسلم. نجيب على الاسئله يا شيخ. نعم. بارك الله فيك. لكن نحن يعني ما استكملناش الموضوع كده تغلق السفينه لكن نجيب على الاسئله لعل في الحلقه القادمه نستوفيها لو كان في بقي اخر ان شاء الله. الشيخ جاءنا سؤال هنا من يعني مكتوب يقول من مدينه الخمس حول مساله يقولون انها ظهرت عندهم في المعاملات الماليه وهو ان شخصا يشتري السلع من الناس بكميات كبيره مثل السيارات وبطاقات الهواتف يشترونها له من السوق مثلا بعشرة ألاف يشترون له من السوق بعشرة ألاف
ويأخذها هو منهم بخمسة عشر ألفا إلى مثلا بعد 35 يوم، ويكتب لهم سند أمانة بذلك، ويبيع هو هذه السلعة بالثمن العاجل بثمانية آلاف فقط، والناس يقبلون على شراء السلع له على هذه الصورة بمبالغ وكميات كبيرة، وبعضهم يقول أنه يتعامل بالنقود كذلك، تعطي 10,000 نقدا يكتب لك بها 15,000 مثلا إلى أجل. يريدون بيان وتوضيح للحكم الشرعي في هذه المعاملة الآن التي هي منتشرة كما يقول أصحابها في المدينة الخمس، مع توضيح لماذا ذكرت بإيجاز الشيخ. والبيع بالآجل مع زيادة الثمن هو الأصل فيه جائز، لكن في هذه الصورة غير جائز. هذه الصورة هي صورة ربوية محرمة، لأن هذا الشخص نصب نفسه لبيع العينة. بيع العينة معناها أن الإنسان لا يريد السلعة، لا يشتري السلعة يريدها، وإنما يريد أن يجعلها واسطة وطريقا ليستبدل 10 بـ15. نعم. يعني يتحايل على الربا بوجود هذه السلعة في المعاملة. نعم. والسلعة هي لا قيمة لها ولا يريدها، لا الشاري الأول ولا الشاري الثاني. يعني لو نوضحوها أكثر الشيخ توضح لنا. نعم. كيف تكون يعني اللي يقوم بها هذا الذي في الخمس؟ هذه المسألة هذه حسب ما هو يعرضها الآن، يقول إن الناس يذهبون إلى السوق، أي شخص يريد أن ينمي ماله عند مثلا 10,000 يذهب إلى معرض من معارض السيارات ويشتري السيارة 10,000. طيب. يأخذها رأسا إلى هذا الرجل اللي هو أخبر عنه في الخمس، يقول له اشتري من هذه السيارة، هو نصب نفسه لهذا الأمر، يشتري منه على طول بـ15. يعرف ثمنها في السوق 10,000، ويشتري بـ15 ويكتب له سند أمانة أن فلان يطلب مني 15,000 بعد 35 يوما. تمام. هو ماذا يصنع بالسيارة هذا؟ نعم. هذا يبيعها عاجلا، طبعا لا يستعني بها عجل بـ10,000 لأن في السوق موجودة بـ10,000 في كل مكان، هو يبيعها بـ8,000 بحيث يجد مشتري على طول سريع. صحيح. فيأخذ فيها 8,000. نعم. طبعا هذه العملية لا يفعلها عادة إلا من يريد النصب والاحتيال على الناس. اللهم صل. يعني كيف أنت تشتري سلعة بـ15 وتبيعها بـ8 وهي تساوي في السوق 10؟ نعم. هذا لابد هناك في أمر خفيف المسألة. صحيح. ما هوش مجنون وبيخسر. ما هوش مجنون كل واحد يخسر 7,000 في كل سيارة. زيدت على فلوس. وكذلك تأتيه أنت بمجموعة من الكروت، يعني تأخذ بـ10,000 كروت في الهواتف، يأخذها منك بـ15 إلى أجل، والوقت نفسه ويبيعها إلى الناس بـ8,000 بأقل من ثمنها. نعم. فهذا يريد أن يعني يعمل هذه المسائل حتى يثق الناس فيه، وتبقى عنده ودائع وأمانات كثيرة بهذه المبالغ 15 حتى تصير مئات الآلاف وملايين، قد يختفي في وقت من الأوقات. نعم. والناس لا يعرفون أصابع النظر. لكن بغض النظر حتى لو كان هو يريد أن يوفي لهم، فهذه معاملة غير جائزة شرعا. نعم. لأن معاملة فيها تحايل على استبدال مال بمال أكثر منه. اللهم استعان. أنت إذا كانت السلعة موجودة عندك، إذا الإنسان مثلا يملك سيارة أو عنده بطاقة هو يملكها وأراد أن يبيعها لشخص بالآجل بأكثر من ثمنها الحقيقي، له ذلك. نعم. أما أن يذهب إلى السوق ويشتري من أجله السيارة أو يشتري من أجل البطاقة ويبيعها له بالآجل بأكثر من ثمنها، فهذا باب من أبواب الربا. هذا هو التورق الممنوع الذي لا يجوز. فينبغي الناس أن يكفوا عن هذه، لأن هذه معاملات ربوية غير جائزة شرعا. نعم. بارك الله فيكم. نشرح في الأسئلة التي يعني بالمداخلات. حاتم يسأل عن حكم قراءة القرآن للميت، يعني نقرأ القرآن بقصد إيصال هذا أجر ثواب القراءة إلى الميت، هل هذا مشروع أو في خلافه؟ أكثر أهل العلم من المتأخرين، الفقهاء المتأخرين، وأقصد المتأخرين يعني مش متأخرين، يعني من القرن الرابع فما بعد. نعم. وحتى من المتقدمين في أواخر القرن الثالث، هناك من يرى جواز وصول ثواب القرآن إلى الميت من غير أجرة. من غير أجرة. كما أنه يجوز إهداء الصوم كما ثبت في حيث أنه من مات عليه صوم صام عنه وليه، ويجوز الحج عن غيره وإهداءه الثواب، كذلك قياس على ذلك يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن والذكر. نعم. إذا كانت تطوعا هكذا هبة. نعم. من غير ثمن دنيوي. نعم. فكثير من أهل العلم يجيزون ذلك،
والحافظ ابن حجر يقول لا بأس من فعلها لأنه وكذلك القرافي يقول لأنه إن حصل الثواب للميت فبها وإن لم يحصل فلا يضيع أجر القارئ نفسه يعني حصل لأنه لم يأخذ عوضا دنيويا لم يأخذ أجرة لكن قراءة القرآن بالمال بمعنى يقرأ ختم القرآن ليأخذ مال أو يحتر في هذه الحرفة فهذا منهي عنه لا يجوز. نعم بارك الله فيكم. طيب يسأل هو زيارة المقابر ما هو الآداب المشروعة في زيارة المقابر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالبقية ومر بالمقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم يسلم عليهم ويدعو لنفسه ويدعو لهم يغفر الله لنا ولكم من الدعاء للزائر وللمزور ويكتفي بهذا. جزاكم الله خير. يسأل الأخ وليد عن حكم خلع النعلين عند دخول المقابر هل هذا في شيء؟ لا لا ليس واجبا. بعض الناس يقولوا هذا هو وطء القبور إذا كان هناك مسلك يمر به الناس فلا يجوز أن يطع الإنسان القبور بنعليه. لكن إذا لم يكن هناك مسلك يمر به الناس فالناس لا مناص لهم ثم في حاجة إلى أن يمروا من على القبور لدفن موتاهم والزيارات. فإذا لم يكن هناك مسلك فلا حرج. نعم. طيب على عجالة شيخ السيارات التخصيص تكلمنا عليها كثيرا لكن نريد يعني إيضاح السيارة البيع بالتخصيص كما قلنا قبل قليل إذا كانت السيارة موجودة في المعرض أو موجودة عند صاحبها ويريد أن يبيعها بالتقسيط مع زيادة الثمن فهذا جائز. نعم. لأن الأجر له حصة من الثمن. نعم. لكن إذا كانت السيارة غير موجودة في المعرض وغير موجودة عند الشخص ويريد أن يشتريها لأن الشخص يريد أن يشتري السيارة بالأجل هو يذهب ويشتريها من أجله. نعم. هذه لا تجوز لأن هذا يدخل في التورق والتحايل على الربا. نعم. تورق الممنوع. فإذا لأنه عندما يذهب ليشتريها بعدما جاء شخص يريدها فهو كأنه يبيعها له قبل أن يملكها. نعم. لأنه لم يشتري إلا بعد أن وجد مشتريا. فكيف إذا كانت موجودة في المعرض والسيارة فيها سعر معجل بعشرة ومؤجل ب15,000 وهذه السيارة أمامك هذا جائز. هذا جائز. لكن بشرط ألا يدفع المصرف الأقساط الآجلة نيابة عنك. نعم. لأن أحيانا بعض الشركات تأخذ المبلغ المؤجل لنصف القيمة تأخذه فورا من المصرف ثم بعد ذلك يبقى المصرف يأخذ من صاحب السيارة. نعم. بالقسط مع الزيادة هذا لا يجوز. لكن إذا كان الشركة لا تأخذ هذه الأقساط معجلة من المصرف وإنما تأخذها شهرا فشهرا من صاحب السيارة. نعم. فهذا جائز. والمصرف دوره أنه محول ويأخذ خدمة على الحيارة والتحرير مجرد محول. نعم. هكذا. جزاكم الله خير. فاصل قصير شيخ. أيها الأخوة المشاهدون فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نواصل الإجابة على أسئلة الشيخ الذي أتتنا عبر الاتصالات. محمد يقول عنده مكتب عقارات وأحيانا يوفر منزل لمن يريدون شراء منزل من عن طريق القرض يساعدهم في توفير هذا المسكن حتى البنك يعطيهم أو المصرف يعطيهم القرض الربوي كما قال. فهل توفير السكن الباحثين عنه لأجل يتحصلون على قرض هل علي ذنب في توفير السكن لهم أم لا؟ نعم لأنه مشارك لا يجوز للإنسان أن يشارك في المعصية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الربا يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لما ليس آكل الربا فقط كل من يعين عليه في الكتابة وبالإشهادة وبتوفير المال وبتوفير توفير العقار كله يدخل في هذا المحظور. حتى اللي يقول عندي خذ قرض ربوي حتى الذي يشير له بذلك أو يشجعه عليه كله يدخل في النهي لا يجوز له أن يعينهم على هذا. العافية. الأخ أحمد طبعا أشرف يصل على البيع بالآجر وأجبنا عنه. الأخ أحمد يصل حكم الحلف بغير الله هذا منتشر يعني حلف بغير الله منهي عنه لا يجوز. منهم من يحمل النهي على الكراهة ومنهم من يحمله على التحريم. المشهور في الفقه المالكي كانهم على الكراهة ما كان حالفا فليحلف بالله ورد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. فالحلف بغير الله منهي عنه وليست فيه كفارة. نعم. يحلف
بابنه ولا بفلان ولا فلان ولا فلان ولا بالنبي ولا كله من هي عنه. نعم. وليست فيه كفارة. طيب. يستغفر طيب. الله ولا شيء عليه. طيب الشيخ يسأل الأخ بشر يقول حلف ثلاث حلفات أقسم أنه لا يفعل شيء بعدين أراد أن يفعل ويرجع حلف بالله يعني. أي. فماذا عليه يعني؟ هو إذا كان حلف أولا ثم حنث وحلف ثانيا ثم حنث وحلف ثالثا ثم حنث فعليه ثلاث كفارات. أما إن حلف ثلاث مرات قبل أن يكفر قبل أن يحلف قال والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا ثم فعله فعليه كفارة واحدة. نعم بارك الله فيكم. نأخذ الرسائل القصيرة يعني اليوم جاتنا رسائل قصيرة الله يعين على الإجابة عليها حوالي الآن 600 رسالة الله يعينه خلاص. السائل يسأل يقول يا شيخ عماد من طرابلس يقول لنا أحيانا أذهب للتبرع بالدم هل هذا العمل صحيح وهل فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم قال لي لا تتبرع بالدم. نعم فيه أجر لا شك في ذلك لأن أحيانا يبقى هو السبيل لإنقاذ النفس تشرف على الموت وليس لها فصيلة تناسبها إلا فصيلة هذا الشخص. نعم. خديجة فرج من بنغازي تقول جدي عمره 98 عاما في رمضان الماضي أجبرني على أن أقدم له الإفطار وقدمت له الإفطار مجبرا مع العلم أنه يعني يطعم هو ما يقدرش يصيم كما يقول لكن سؤالي ما حكم إعطاء الإفطار له؟ لا شيء عليه ينبغي أن تعطيه إذا احتاج لأنه إذا منعته قد تأثم لأنه لا قدرة على الصيام ما دام في هذه السن. نعم. الله عز وجل عذره وعليه أن يطعم استحبابا ولا شيء عليها. أيضا سؤال وجاءنا بالاتصال تحية المسجد أو الصلاة قبل صلاة المغرب بدقائق أو قبل الأذان بدقائق هل هو مشروع أو في كراهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. نعم. فهذين الوقتان وقت نهين. نعم. وورد في حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. بعض أهل العلم أخذ بالحديث الثاني وجعله مخصصا للحديث الأول وهو مذهب الشافعية. نعم. قال الإنسان إذا دخل المسجد ينبغي أن يصلي ركعتين سواء كان الوقت وقت نهي أو غير وقت نهي. نعم. واستثنوا النوافل ذوات الأسباب من النهي. نعم. وبعض أهل العلم مثل المالكية قدموا الحديث الأول وجعله مقيد للحديث الثاني. نعم. وقالوا الإنسان مطالب بأنه إذا دخل المسجد يصلي ركعتين إلا في هذين الوقتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. نعم. ومذهب المالكية في نظري أرجح لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا اجتمع الأمر والنهي القاعدة أن يقدم النهي. نعم يعني نصيحتك للشباب أنهم يعني لا يصلون يجلسون لأنه إذا اجتمع الأمر والنهي فالقاعدة أن يقدم النهي وليس الأمر. نعم جزاكم الله خير. تقول سائلة تقول أنا فتاة يحبني شاب عبر الهاتف وهو يريد أن يراني فهل أذهب للقائه أم ماذا أفعل؟ أريد نصيحة منكم جزاكم الله خيرا. وإذا كان يريد أن يتزوج بها فعليه أن يأتي إلى بيت أهلها بحضور أهلها وهي لابسة حجابها الشرعي ويراها هناك ويتفقان على الزواج. أما أن يختلي بها في مكان آخر بأوضاع غير صحيحة فهذا الاتصالات الهاتفية وكذا يا شيخ. الاتصالات الهاتفية أيضا هذه هي وسيلة هي بداية الانحراف والمخالفات. ينبغي أن تقفل هذا الباب عن نفسها حتى يتقدم لخطبتها بطريقة صحيحة فإذا وجدوه كفءا لها وهو أهل لذلك فبعد ذلك لا بأس بالتعمل مقابلة معهم مرة والاثنين حتى يعني يصل إلى ما يرغبه في الزواج منها. أما الاتصالات هكذا الخلوية بينهما فيتدخل في باب الخلوة المنهي عنها. الله المستعان. سائلة أيضا يعني تقول أنا يا شيخ لم يكن لدي طفل فذهبت لزيارة كما ذكره سيدي عبد السلام الأسمر ونذرت إذا أعطاني الله طفلا فسوف آتي لزيارته مرة أخرى فهل هذا نذر أم لا هو يجب الوفاء به؟ هذا من أكبر المعاصي. ليس هذا من أكبر المعاصي لأن عبد السلام وإلا أي ميت من الأموات لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولاية بعد ولايته يقول عن نفسه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فالذهاب إلى القبر وإلى الولي
ليطلب منا ولا ينذر عنا، فهذا من أكبر الأثام، ينبغي المسلم أن يتوب إلى الله من هذا الأمر ولا يعيد. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. سائلة أيضا تقول زوجي لا يدخل معي الفراش منذ 5 سنوات، ماذا أفعل؟ هي واحد من الاثنين، إذا رأت أن تصبر عليه ورأت أن وجودها معه على هذه الحال التي يقصر فيها في حقها ولا يؤديه، إذا رأت أن ذلك هو أصلح لها دنيويا ومعيشة فلها أن تصبر، وإذا رأت أن في ذلك ضررا عليها لا تطيقه وربما تتطلع إلى غيره وأن وجودها في بيت أهلها أفضل لها فعليها أن تطلب الطلاق. صحيح. ويجوز لها ذلك وهو أمر مشروع، وعلى المحكمة بعد ذلك إذا وجدت هذا الأمر صحيحا أن تحكم بالطلاق للضرر لصالحها. طلاق الضرر لصالحها. يقول السائل يقول أنا صاحب سيارة أجرة، وجدت حقيبة بها مبلغ من المال مواد زينة، لا أدري لمن، لأني سوق تاكسي ولم تأتي صاحبتها، فماذا أفعل بهذه الحقيبة؟ عادة اللقطة إذا كانت لها قيمة مالية يعني عادة الناس تبحث عنها وتسأل عنها، عليه ألا يتصرف فيها لمدة سنة، وإذا كان هناك وسائل للإعلان عنها في الأماكن اللي عادة يأتيها الناس، وهو يعني إذا كان يعرف المكان اللي يركب منها الشخص أو المرأة التي ركبت بها، فعليه أن يخبرها المنطقة من ضاع له شيء ومن فقد شيء، فليتصل يعطيهم رقم الهاتف. يبقى هذا في عهدته لمدة سنة، بعد سنة له أن يتصرف فيها، إذا أراد أن يأخذها له أن يأخذها، وإذا أن يتصدق بها له أن يتصدق بها. جزاكم الله خير. سعد يقول أنه شخص حلب باليمين لا يذهب للرياضية كما قال أكثر من مرة، وهو الآن يريد الذهاب ويبحث عن حل يمين الطلاق. أي اليمين في عرف البلد هو يمين طلاق. نعم. يقول هذه اللفظة عرف البلد ينصرف الطلاق إلا إذا نوى بها الإنسان غير الطلاق. أما إذا لم ينوي بها شيء أو نوى بها الطلاق فيتنصرف للطلاق، وإذا أراد أن يحدث في يمينه ويرجع فيه فعليه أن يراجع نفسه، إذا كان لم يطلق قبل هذه فتعد هذه واحدة الطلقات يعمل بها ترجيع، لو ذهب تقع تقع لي الطلقة. نعم. نعم. جزاكم الله خير. يقول هناك امرأة أخذت إجازة وضع من جهة معينة ثم اشتغلت في جهة ثانية وأخذت مكافأة من هنا ومكافأة من الجهة الثانية التي اشتغلت فيها دون علم الجهة الأولى، فما حكم المال الذي تحصلت عليه؟ مثل هذه المسائل اللي فيها مخالفات قانونية يرجع فيها إلى اللوائح، إذا كانت اللوائح لا تجيز الازدواجية بهذه الصورة فالمال الذي أخذته غير المشروع ويجب عليها أن تتخلص منه، تعطيه إلى محتاج إلى فقير إلى مريض يعالج به إلى شخص عازب يتزوج يعينه تعينه في الزواج، لكن لا يجب لها أن تأخذه لأنه لا حق لها فيه. هو ابتداء يحرم عليه هذا الفعل، لا يجب له يقدم على ذلك. نعم. لأن يعني التقيد باللوائح الموجودة نعم يعني يجب شرعا ما دامت هذه اللوائح لا تخالف الشريعة. نعم. لا تجوز مخالفتها. جزاكم الله خير. سؤال تسأل سائلة قال أختي متزوجة بابن عمها وأنا سوف أذهب معهم إلى أداء العمرة، فهل زوج أختي محرم لي أم لا؟ لا، زوج أختها ليس محرما لها، زوج الأخت ليس محرم. نعم. وكذلك زوج العمة وزوج الخالة. نعم. بوجود النساء ترتفع الخلوة، لكن السفر الطويل لا يجوز إلا بمصاحبة الزوجة والمحرم. نعم. يسأل أو تسأل تقول ما حكم تطويل الأظافر للتزين؟ بعض النساء والفتيات طولا في أظافرهن ويجعل المناكير عليهن وكذا، فهل هذا مشروع للزينة فقط؟ هذا غير جائز شرعا لأنه مخالف لسنن الفطرة. نعم. سنن الفطر 5 منها تقليم الأظافر والاستحداد ونطف الإبط إلى آخره. نعم. وبالإضافة إلى أن ما يوضع على الأظافر من طلاء هو يمنع وصول الماء إليها عند الطهارة. نعم. فتفسد عن نفسها صلاتها وطهارتها عند الغسل، وكذلك يكون هذا محل تجمع للأوساخ فهو أمر منبوذ فطرة قبيح منظر. يسأل يقول اسم المقصود هل هو من أسماء الله وهل يعني هل يسمى به الإنسان عبد المقصود؟ يقول هكذا
وكل هذه الأسماء اللي هي ما هيش من أسماء الله زي عبد النبي وعبد المطلب وعبد عبد الرسول وعبد الرسول هذه مكروهة، أسماء مكروهة. نعم. لأن ليس المقصود عبودية العبادة، وإنما كما يقال فلان عبد فلان أو مولاه. نعم. فهو ليس معنى أن عبد المطلب ولا عبد المقصود أنه يعني هو عبد له يعبده، بل هو من موليه ومن كما يقال فلان عبد فلان. نعم. وليس حراما ولكنه يدخل في باب المكروهات. نعم. يقول أنا أريد حلا لمشكلتي، فيقول أن لدي عيني قوية، يعني معيان عيني قوية، مع أني لا أحسد أحدا، ومرات أصيب حتى نفسي وأقول ما شاء الله كثيرا، لكن أصيب بالناس. أريد حلا لهذه المشكلة، هل يا شيخ في حد يقول فلان معيان مثلا يعرف النفس أنه يصيب الناس بالعين؟ يعني نعم، هذا موجود، كائن العين حق، وتدخل الرجل القبر والجمع القدر. سبحان الله، وارد حديث في هذا. نعم. هو أولا عليه أن كان يعرف ذلك بنفسه أن يقلل من اختلاطه بالناس، خصوصا في الأماكن اللي فيها الأشياء التي تعجب الناس على مثل أطفال نشيطين وإلا حيوانات يعني سمينة كبيرة وإلا أموال حاجة تزهل كبار كذا، يجب عليه أن يجنب نفسه هذه الأماكن، ودائما يصطحب في نفسه ما شاء الله تبارك الله، لأن ليس باللفظ فقط بل يستحضرها بقلبه. نعم. ويعني يسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويبرك، فإنه إذا فعل ذلك من قلبه الله عز وجل. نعم. يدفع عنه الضر. نعم، جزاكم الله خير. تقول أيضا أو يقول أسامة النايلي، ما هو علاج الضيق والاكتئاب أوهام؟ أنا عندي ضيق كبير جدا، أريد كلمة من الشيخ. الضيق والأوهام والمسائل هذه على المسلم أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ويقول سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان، عليه ألا يبتعد عن ذكر الله. ذكر الله ليس فقط باللسان، بل ذكر الله عز وجل باللسان وبالفعل وبالقلب. نعم. يعني يحافظ على الطاعات وعلى العبادات بأنواعها، وعلى المعروف والبر وفعل الخير. نعم. وتلاوة القرآن وأذكار الصباح والمساء. يقول ذلك وهو يستحضر هذه المعاني العظيمة في قلبه، ويبر أهله وإخوانه وأصدقائه. نعم. ورحمه وذوي قرباه، ويفعل من المعروف، لأن الإنسان قد تكون بهذه الأشياء لها أسباب أحيانا. نعم. معاصي وأحيانا ابتلاءات واختبارات يرفع الله بها عز وجل درجة المسلم حتى يلجئه إليه. سبحان الله، يعني يبتلى الإنسان ليعطيه ليعطيه. سبحان الله. حتى يلجئه إليه، لأن الإنسان عندما يضطر حتى العاصي يلجأ إلى الله. سبحان حتى الله. الكافر عندما يخشى ويخاف الخطر يدعو الله عز وجل، ويعني إذا مسأل صادر دعا ربه منيبا إليه. نعم. هو الذي ودعوة المضطر هذه من الدعوات المجابة، لا يشترط فيها توفر شروط إجابة الدعاء. سبحان الله. الله عز وجل استثنى بعض الدعاء من شروط الإجابة، شروط الإجابة ليتقوى وأكل الحلال والمسألة هذه، استثنى منها دعوة المضطر ودعوة المظلوم. صحيح. فالإنسان الله عز وجل أحيانا يلجئه إلى الدعاء بالمصائب، فيضطر. صحيح. إلى الدعاء حتى يرفع درجته. صحيح. ويجيبه بعد أن يضطر إليه. صحيح. يعني الإنسان بالتزامه واستقامته ومحافظته على أذكار الصباح والمساء وبعده عن المعاصي كما ذكرت. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيه له شيطان. نعم. فهو له قرين يأتي بالهم والغم والعياذ بالله. كثير من البيوت تبقى هي ملآنة بالمعاصي. صحيح. والمنكرات، ترجع المسلسلات الخليعة والأغاني الناجلة، وتأخير الصلاة عن أوقاتها أو عدم الصلاة والسب والشتم. بعدين يقول لك أنا متضايق. ثم عليك ويدعي الضيق، لأنها البيوت لما تبقى هذه الصورة هي لا يكون الشيطان مرتع لها، والشيطان هو الذي يتعس الإنسان ويتسلط عليه بالوسوسة وبالضيق وبالمسائل. لكن عندما يكون البيت محل للطاعة وللبركة والمعروف وللخير والإحسان ولذكر الله عز وجل، فإن هذا يساعد كثيرا. مع الله أنس وسكينة وطمأنينة يعني. نعم. جزاكم الله خير. يسأل سائل يقول ما حكم زرع الكلى لمرض الفشل الكلوي إذا تبرع المتبرع مجانا؟
أو اشترى لو اضطر للاشتراك. التبرع جائز بالمجامع الفقهية المعاصرة كلها تبيح التبرع، ولكن لا تجوز البيع، لأن البيع فيه امتهان لكرامة الإنسان، بحيث أنه إذا فتح هذا الباب تصير يعني أعضاء الإنسان قطع غيار تعرض في الأسواق، لذلك البيع لا يجوز، أما التبرع فهو جائز. ولو لو اضطر إليه يا شيخ، يعني وجد من يبيع ماذا يفعل؟ إذا وجد من يبيع هو الأصل المنع، لكن ربما لو إنسان تأول واشترى يكون الإثم على البائع. على البائع نعم. جزاكم الله خير. طبعاً رسائل قصيرة كثيرة جداً، حوالي الآن 760 رسالة، وما زالت رسائل قيد الانتظار، فاعذروني الإخوة المشاهدين يعني أنا أختار منها ونشكرهم على تجاوبهم. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. انتهى الوقت الشيخ، وجزاكم الله خيرا ومتعنا الله بك. أيها الإخوة المشاهدون، يقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا أن أشكر وإياكم فضيلة الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغريان، وحتى نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. سبحان